كنقول لهم بانها بعيده علينا، كيقولوا لنا لا هي قريبه، ولا حيت اسمها سيدي ادريس. ملي كنقول لهم لا هي جات في الحرارين بغارت كامبوس زياتين، كيقولوا لنا لا هي جات في سيدي ادريس وبعيده، جات في الخلا والبلاصه خاويه ما فيها حتى شي اخر، باقا ما كملتش البني، ما فيهاش الاساتذه وما كيقبلوش يمشيوا ليه يقريو تماك. البنات كاملين عندهم شكايه وحده انها بعيده، وبغينا حنا عندنا مطالب باننا نرجعوا للمؤسسه اللي كنا كنقراو فيها، بغينا الشعبه ديالنا ادبيين، حنا ادبيين ساكيه موسيزيام وبكالوريا، نرجعوا نقراو فيها، حنا ما عندناش بزاف ديال المتطلبات، بغينا غير نرجعوا للمؤسسه ديالنا نقراو فيها. ولا يرجعوا لنا شي مؤسسه قريبه. ملي كنمشيو لمؤسسات اخرين كيقولوا لنا عندنا اكتضاد، مؤسسات كاملين عندهم اكتضاد، وحنا فين غادي نقراو؟ ملي كنجيو للنيابه ما كيستقبلوناش، كلشي كيشد الباب وكيخرج. حنا عندنا متطلبات، بغينا يفهمونا يسمعونا ويرجعونا للمؤسسه ديالنا، ولا يرجعونا لمؤسسات قريبين. هذا هو المتطلب ديالنا. حنا كنطالبوا الحقوق ديالنا ووليداتنا يمشيو شي بعاد يتشردوا، كنطلبوا مدرسه قريبه ليهم. يحيى محمد السادس. ولا المؤسسه ديالي ما يرجعوا لينا سيدي، حنا كنطلبوا المؤسسه اللي كانوا فيها وليداتنا 5 سنين وما كيقراو تما قريبه لنا، والبنيته ديالنا في الامان والمدرسه قريبه، وبغينا هذيك المؤسسه يرجعوا لينا، يرجعوا لبلاصته ما يهزوهمش ويديوهم لنا الخلا. هذاك تما عيط بعيده ساعه ونص ديال الطريق، انا ما نقدرش نصيفط بنتي تمايا ساعه ونص ديال الطريق كامله بزاف، انا ما نقدرش، انا عن طريق نجلس بنتي في الدار وما نقدرش نجلس بنتي في الدار. بنتي لا بغينا ولادنا يقراو وانا لا نبكي، خاصني نقري بنتي ونضطر نجلس بنتي في الدار، ما صيفطاش نديك الخلا ساعه ونص كامله ديال الطريق وعير الخلا والقيفه تما يقطعوها لي في الطريق. انا كنطالب يحيى محمد السادس، الله ينصر سيدنا وعائشه محمد السادس، انا كنطالب بنتي يردوا على المؤسسه ديالها القرا فيها، وشكرا. وعائشه الملك الله ينصر سيدنا، عائشه الملك، عائشه الملك، عائشه الملك، عائشه الملك.